لا واقف واقف. اوكي محمد سعد. في ممثل اسمه محمد سعد صح؟ اه. بحبه اكثر منك. محمد مغنى ثابت الى حد ما. انما الطرب ما بده يكون يعني عم بتغني كل وقت بين دقنك وراسك. على شط الضيق كل وقت هون انا كان عندي برد على فكره والله بجد. لا دي بجد كلهم عارفين انا كان عندي انفلونزا وما كنتش انفلونزا كنت انفلونزا الطيور يعني. لا مش للدرجه دي يعني. بس انه الموضوع كله حتى لو الشد كان كل وقت هون يعني كل وقت بين دقنك شن يعني بين هون يعني جورج صوت هذا وراسك هيك مغنى هون يعني بطلت عم بنطرب خلص راح بالنسبه لي شلتي من جو الطرب. كنت عم جرب تعمل قصص يعني اللي قال اه اكيد ما سمع مزبوط الاجابه سمعوا اياها برجع بقول اه لا بدي اسحبها لانه ما في اه ولا بمحل عم بتجرب طربك بس طربك كثير ضعيف طريقه الاداء الطرب ضعيف جدا ما خصه بالفلول عندك هذا له علاقه بالاداء ضعيف ما انا ما حبيت للاسف مش لبقلك هاي الكلمه مش لبقلك هذا اللون طربي يعني منك انت بدي لك عشان انت من اشخاص تغيروا صار كنت مرشح اوكي بدي اخذ شيء من اعتبار بس انت بلشت منيح بستار اكاديمي وبعدين صرت تتدرج تدريجيا نحو نزول يعني وهذا شيء ما كثير بحبه بخوف بدي بس بهذا الموضوع هلا رح ارحمك مش عزيزه اللي قلته اناف بموضوع قصه سخونتك يعني انك عيان فسلامت قلبك بس بليز بدك تشتغل على موضوع محمد انا بعدني حاسس انه انت فيك تعطي اكثر بس الطربي مش لونك ما تغني طربي نصيحه انا حلو الاساسي تبعك ما يخليك ما اتس نوت يو ات ويل نيفر بي يو انليس كنت متمرس يعني بتصير متمرس جدا في الطرب ايه معقول which is not the case هلا بكير عليه بعدك يعني بعدك طري الطرب بده اساس خاصه الغنيه